حضور كبير اليوم في يوم المرأة المصرية، حضور كبير من سيدات ورموز للمجتمع في كافة المجالات المختلفة. يوم المرأة المصرية نحتفل به هذا العام مشاهدينا الكرام، نحتفل بنصف المجتمع، والمرأة ليست نصف المجتمع فحسب، لكنها تشكل وعي المجتمع ككل، تشكل وعي أسرتها، تشكل وعي مجتمعها وكل العاملين معها في المجالات المختلفة. فهي دائما الأم والزوجة والصديقة الملهمة لكل من حولها. نحتفل بيوم المرأة المصرية في 16 من مارس دائما، وهو اليوم الذي استطاعت فيه المرأة المصرية أن تعلن عن المطالبة بحقوقها. أعلنت عن المطالبة بحقها في المساواة بالرجل في المجالات المختلفة، كذلك طالبت بحقها في التصويت، طالبت بحقها في رفض كل الأوضاع التي من شأنها أن تغير من راحة المرأة المصرية. مشاهدينا الكرام، نحن اليوم وفي شهر مارس نحتفل بيوم المرأة المصرية، والآن بتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمو للمشاركة والتشريف في هذا اليوم المميز جدا من أيام العام في شهر مارس والاحتفاء بالمرأة المصرية. وصل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مركز المنارة، وذلك لتشريف بحضور يوم المرأة المصرية. عودنا سيادة الرئيس كل عام للمشاركة في هذا اليوم وتكريم الكثير من السيدات ورموز المختلفة الناجحة في المجالات المختلفة، هذا بالإضافة طبعا لتكريم الأم المثالية لهذا العام، وهي مسابقة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لها شروط عدة. مسابقة الأم المثالية والمرأة المثالية والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تشترط العديد من الشروط المختلفة والتي تعكس مدى تضحية هذه المرأة وقدرتها على الوفاء باحتياجات أبنائها على الرغم من عدم وجود الزوج. الآن يلتقط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمو صورة تذكارية مع المكرمين وأيضا مع الأم المثالية المكرمين هذا العام، مكرمين في مجالات مختلفة استطاعوا أن يحققوا العديد من الإنجازات على مدى سنوات عملهم، وأيضا الأم المثالية استطاعت أن تحقق إنجازا لأسرتها، استطاعت أن تنجو بأسرتها وتحقق بها النجاح وتحقق لأبنائها دائما النجاح والتفوق. مشاهدينا الكرام، في عام 1923 دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وأيضا طالبت برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بالرجل من ناحية القوانين، وكذلك ضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي وما يتعلق بقوانين الزواج. في عام 1928 دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة، وفي دستور عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب. لكن الحقيقة أنه بفضل القيادة السياسية ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية صدرت العديد من القرارات التي دعمت المرأة المصرية في الحياة السياسية ومكنتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا وحتى على المستوى النفسي. فصدرت عدة قوانين وعدة قرارات ومبادرات هامة جدا، منها سجون بلا غارمات، تمكين المرأة على كافة الأصعدة، تشريعات مختلفة لحماية المرأة من كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي، صياغة مشروع التوعية الأسرية والذي أطلق عليه اسم مودة. هذا المشروع بيعد واحد من المشروعات الهامة جدا التي تؤهل المرأة المصرية لتربية أسرة صحيحة وسليمة، فهي الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع. دائما الأسرة هي وحدة تكوين المجتمع،
والمرأة هي عماد هذه الوحدة، هي القادرة على البناء، القادرة على رعاية الأبناء، هي دائما الشجرة التي تظلل بظلها على كافة أفراد الأسرة، توفر لهم الأمن والحماية والرعاية. إذا ما تحدثنا عن الصحة، إذا ما تحدثنا عن التعليم، كل هذا تأتي المرأة في المقام الأول دعما لأبنائها ودعما أيضا لكل أفراد الأسرة. شهدت أيضا السيدة انتصار السيسي الاحتفال بيوم المرأة المصرية، والذي كان تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية من خلال عدة مبادرات، منها حياة كريمة والكشف المبكر للسيدات عن سرطان الثدي، وهي الحقيقة من المبادرات الهامة جدا والمبادرات التي تعنى بصحة المرأة بشكل أساسي. العناية بصحة المرأة والعناية بما تحتاجه صحيا واجتماعيا لا يدعم المرأة فحسب، لكنه يدعم الأسرة ككل. فالمرأة كلما كانت تتمتع بصحة جيدة، كلما كانت أكثر كفاءة وقدرة للعطاء في المجتمع، سواء العطاء لأسرتها أو العطاء للمجتمع في الوظائف المختلفة. تتبوأ المرأة في المجتمع المصري مكانة كبيرة جدا، عدد كبير من الوزيرات في الحكومة المصرية، أيضا عدد كبير من النائبات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. هذا العدد الكبير إنما يعكس مدى تحضر وتطور المجتمع المصري وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة الفاعل في المجالات كافة. مشاهدينا الكرام، شهر مارس هو شهر الاحتفاء دائما بالمرأة، وإذا كان يوم المرأة المصرية يوم 16 من مارس، ويوم عيد الأم هو 21 من مارس، أيضا يوم المرأة العالمي هو يوم 8 من مارس. في عام 1977 تحديدا أعلنت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم عالمي للمرأة. تم اختيار هذا اليوم لخروج عدد كبير من السيدات في مدينة نيويورك الأمريكية، وصل إلى 15,000 سيدة. السيدات طلبنا بحقهن في تقنين ساعات العمل، العمل لساعات مناسبة، مساواة الأجور بهذه الساعات، هذا بالإضافة إلى مطالبتهن بحقهن في التصويت في المجتمع، وهو نوع من أنواع التمكين السياسي الذي تسعى إليه المرأة. مصر كانت من أوائل الدول التي أمنت بالحق السياسي للمرأة، وتحديدا في دستور عام 1956 تم إعطاء المرأة حق الانتخاب، وكانت هذه الخطوة واحدة من الخطوات المبكرة اللي سبقت بها مصر تدعيم دور المرأة في المجتمع بصورة كبيرة. مشاهدين الكرام، احتفالية اليوم بيوم المرأة المصرية والتي تأتي تحت عنوان مفتاح حياة، نشهد فيها العديد أثناء الحفل من الفقرات والموضوعات. نستمع إلى كلمة من رئيس المجلس القومي للمرأة دكتور مايا مرسي، أيضا كلمة لوزيرة التضامن الاجتماعي دكتور نيفين القباج، وكذلك كلمة لدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط طبعا، وكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيلما تسجيليا بعنوان المرأة حياة، وهو عنوان الشعار الذي أطلق على الاحتفالية هذا العام. أيضا اليوم هناك حديث عن تميز المؤسسات الحكومية من ناحية تمكين المرأة وتدعمها وأعطائها الكثير من الحقوق. تحظى المؤسسات المختلفة التي تعنى بدور المرأة في المجتمع والتي تهتم بشكل أساسي بإعطاء المرأة الحقوق المختلفة ومساواتها بالرجل في هذه المؤسسة، تحظى باهتمام من الحكومة المصرية، بل وتحصل على جائزة تميز حكومي في هذا المجال.
أيضا لا يمكننا أبدا أن ننسى في هذا اليوم أم الشهيد، زوجة الشهيد، المرأة المصرية التي تقدم كل غال ونفيس في سبيل وطنها. هي تقدم الابن، تقدم الزوج، كل هؤلاء تقدمهم من أجل أن يعيش الوطن في أمن وأمان. اليوم أيضا يتم تكريم عدد من أمهات الشهداء تذكيرا بدورهن الكبير لتقديم تضحيات كبيرة للوطن الغالي مصر، وأيضا تأكيدا على أهمية دور المرأة في دعم روح الانتماء في الوطن، وهي الأساس والتي يعول عليها بالأساس في إعطاء الأبناء كل القيم الأساسية وكل المعارف الأساسية التي يتم اكتسابها تباعا من المؤسسات المختلفة، سواء كان من المؤسسات التعليمية، من المؤسسات الدينية، من كافة المؤسسات. لكنه في النهاية بتظل الأم والمرأة المصرية هي المصدر الأساسي والمصدر الرئيسي لإعطاء القيم الأساسية، المفاهيم الأساسية، التوعية. أيضا المرأة المصرية كان ليها دور كبير جدا في 30 يونيو في توعية أبنائها وتوعية المجتمع. نزلت المرأة المصرية للشارع للمطالبة بحقوقها والمطالبة بحقوق أبنائها، كما كان الاحتفال في 16 من مارس بيوم المرأة المصرية التي خرجت ترفع شعار الهلال مع الصليب لرفض الاحتلال. هي أيضا نزلت في 30 يونيو لترفض أي نوع من أنواع التغيير المجتمعي، أي نوع من أنواع التشويه للمجتمع المصري. طالبت بحقوقها وحقوق أبنائها من خلال ثورة 30 يونيو، وشاركت بعد ذلك في العديد من الاحتفالات السياسية المختلفة، منها انتخابات المختلفة، انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ، وكذا طبعا انتخابات الرئاسية. كان لها دور كبير جدا في اللجان الانتخابية، استطاعت المرأة المصرية أن تثبت حضور، استطاعت أن تحرك المياه الراكدة، حركت الأسرة جميعا للنزول للمشاركة في الحياة السياسية. وهي الحقيقة كانت سابقة، لم تعتد عليها المرأة في السنوات البعيدة، كانت المرأة تكتفي فقط بدورها داخل البيت، لكنه الدور السياسي الفاعل واللي شهدته المرأة بنفسها، سواء كان من المشاركة في الانتخابات، سواء كانت كناخبة أو كمرشحة، كانت من قبل قد تتعرض لبعض العنف الجسدي أو النفسي للمشاركة كمرشحة. لكن الحقيقة أنه المرشحات الآن في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ، في كافة المجالات السياسية المختلفة تحظى باهتمام كبير جدا ودعم كبير جدا، سواء كان من القيادة السياسية، الحكومة المصرية، المجلس القومي للمرأة أيضا الذي يعد سباقا في كافة المواقف المختلفة لدعم المرأة المصرية. مشاهدينا الكرام، اليوم ونحن نحتفل ونحتفي بالمرأة المصرية نتذكر دائما هذا الدور الكبير للمرأة في المجتمع. نوجه التحية لكل سيدة، نوجه التحية لكل زوجة، لكل أم، لكل ابنة، لكل سيدة بتستطيع أن تضيف لمجتمعها من خلال العلم والمعرفة. استمرار العلم واستمرار المعرفة واحد من الأمور الهامة جدا والتي تدعمها الدولة المصرية، وتساند المرأة المصرية في الحصول على كافة الدرجات العلمية المختلفة، توعيتها أيضا في المحافل والأماكن المختلفة، سواء كان هذا في المدن، في القرى، في النجوع. دائما هناك توعية للمرأة السياسية، سواء كان على الصعيد العلمي والتعليمي أو حتى على الصعيد الصحي، من خلال المبادرات الصحية المختلفة اللي بيتم تقديمها للمرأة المصرية وتوعيتها ليها، وخاصة المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي كان يعوق المرأة المصرية عن استكمال حياتها، رعاية أولادها، أيضا التواجد بشكل كبير في عملها. كنا نفتقد
فقد العديد من الأمهات من خلال هذا المرض العين، لكنه الكشف المبكر بيتم التنقل بسيارات خاصة بوزارة الصحة في القرى في المدن المختلفة للكشف المبكر. الذهاب إلى السيدات في أماكنهن كان من الأمور الهامة جدا واللي دعمت الاهتمام بصحة المرأة. أيضا المبادرة الخاصة بالكشف عن الأمراض السارية كان المرأة نصيب كبير منها. دائما المرأة بتعنى بأولادها، بتعنى بأسرتها. رئيس الجمهورية والسيدة حرمه. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. تفضلوا استريحوا. تفضلوا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم وكل عام وحضراتكم بألف صحة وسعادة وخير. عظمات مصر، ضمير ونبض الأمة، نهر العطاء والتفاني والتضحية، والحارس الأمين على الهوية الوطنية. هكذا يعبر السيد الرئيس دائماً عن تقديره للمرأة المصرية وامتنانه لدورها، وهكذا كانت وستظل دائماً في قلب مصر ووجدان أبنائها. اليوم نجتمع مجدداً لنشهد الاحتفال بتكريم المرأة المصرية، ذلك اليوم المميز الذي أصبح تقليداً سنوياً ننتظره كل عام، لنبعث من خلاله برسالة تحية وإجلال لكل امرأة مصرية، تقديراً لها على ما حققته من إنجازات لأسرتها، لمجتمعها ولوطنها، في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة داعمة لها، تؤمن بدور المرأة وتمهد لها الطريق للوصول إلى المناصب القيادية، لتعيش المرأة أزهى عصورها وتبقى أرقامها مشرقة. أترك حضراتكم مع فيلم تسجيلي بعنوان أرقام مشرقة. تستمر نجاحات المرأة المصرية في شتى وكافة المجالات، فكل عام وأنتن الأمل، كل عام وأنتن رمز العطاء والتضحية، كل عام وأنتن الحياة. ما أغنية أنت حياة للفنانة نسمة محجوب. طلعت شمس،
وبداية يوم جديد. انتي بتنجحي في التحدي، انتي بتنجحي في التحدي، ومكانتك بتزيد. بكرة بكرة ليكي، بكرة الدنيا واثقة فيكي. تستمري في الحكاية وتكتبي المجد بيديكي. بكرة بكرة ليكي، بكرة الدنيا واثقة فيكي. تستمري في الحكاية وتكتبي المجد بيديكي، تكتبي المجد بيديكي. عديتي بصعب كتير، عديتي بصعب كتير، عديتي بصعب كتير، وصلتي لحتة بعيد مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد. يلي حياتك في ايدك وبقيتي حرة فيها، عندك احلام كتير وخلاص هتحققيها. يلي حياتك في ايدك وبقيتي حرة فيها، عندك احلام كتير وخلاص هتحققيها. مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد. السادات والسادة الحضور الكرام، على مدار 22 عاماً كان المجلس القومي للمرأة هو السند لكل امرأة مصرية والداعم لحقوقها، وهو أيضاً المؤمن دائماً بمجدها ودمجها وتمكينها. الآن مع كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فلتتفضل سيادتها. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، كل عام وكل امرأة عظيمة تعيش عصراً ذهبياً يؤمن لها كافة الحقوق والحريات، عظيمة بلا حدود وتحلم بلا حدود، ونفخر أمام العالم بأن تساندها إرادة مصرية واعية مستنيرة. فسلاما على من رأى جدار الوطن يريد أن ينقض فأقامه ولم يتأخر لحظة. سلاما على من لم ينتظر أي شيء، ولكن في كل خطوة كانت القناعة والإيمان بأن أجرنا على الله. سلاما على يد تمتد في أيامنا فتواسي وتجبر وتجود. فخامة السيد الرئيس، لقد رزقنا إنسانيتك، فكل التحية والتقدير. السيدات والسادة الحضور الكريم، كلمتي اليوم شهادة للتاريخ، فالأحلام أصبحت حقيقة. فبعد 72 عاماً من المطالبات نشرف اليوم ونفخر بأن تكون بيننا في القاعة ولأول مرة في تاريخ مصر قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات النيابة العامة. شكراً قضاة مصر الأجلاء، كل في موقعه. ومرة أخرى
كلمة السر هي الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية. وسوف يذكر التاريخ إن سيادتكم من سهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أي تمييز. الحضور الكريم، يعمل المجلس القومي للمرأة بيت المرأة المصرية بلجانه وفروعه في كافة المحافظات في برنامجي حياة كريمة وتنمية الأسرة، ونجد التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كافة الأصعدة للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة وتنميتها الاقتصادية إعمالاً لمنهج الحق في التنمية. وأطلق المجلس هذا العام بالتعاون مع الوزارات المعنية برامج لتدوير المخلفات الزراعية والمشروعات الخضراء، وتشجيع وتعزيز التثقيف المالي والرقمي، والتدريب لريادة الأعمال، وتعزيز الخدمات التسويقية لصاحبات الأعمال، وتطوير الحرف التراثية، علاوة على تأهيل الفتيات في التعليم الفني وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتمكينها اقتصادياً. كما نحتفل اليوم باستخراج البطاقة رقم 1,000,000 بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية، ونعمل على جلسات التوعية بالقضايا السكانية بالتعاون مع كل من الأزهر الشريف والكنيسة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لاستهداف قيادات دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات. وننفذ أيضاً برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي تستهدف الآباء والأمهات. ولأننا نؤمن بأن الاستثمار في الفتيات سوف نحصده في المستقبل امرأة واعية قوية، نعمل على تزويدهن بالمعارف اللازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تمكنهن من اختيارات أفضل لحياتهن. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، تحويشة، أول تطبيق رقمي في مصر لمنظومة الإدخار والإقراض، جاء ثمر للتعاون مع البنك المركزي، وهو البديل الرقمي الجديد لصندوق الإدخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر. نقلة نوعية للقرى المصرية لتصبح مجتمعات بنكية رقمية غير نقدية، وهو النقلة النوعية للميسرات الماليات بالمجلس القومي للمرأة، حيث أصبحنا لأول مرة في مصر وكيلات مصرفيات، يعني بنك بكل الصلاحيات يتنقل من بيت لبيت يقدم الخدمات المالية والمصرفية. سيادة الرئيس، السادة الحضور، نولي اهتماماً كبيراً بالتوعية باعتبارها إحدى أهم وسائل التغير في المجتمع، ونعمل على إسالك ذلك باستخدام كافة الأساليب، الفن والدراما ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة جنباً إلى جنب مع النزول لطرق الأبواب في كل القرى والكفور والنجوع. الحضور الكريم، شهد عام 2021 إقرار قوانين وإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التمكين والحماية، منها تعديلات بتغليظ العقوبات في جرائم التحرش وتجريم تطبيب ختان الإناث والتحريض عليه، علاوة على القرارات التي تؤسس على حماية المرأة في وسائل النقل ورفع القيود المفروضة على قدرتها على العمل ليلاً وفي قطاعات بعينها، وتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك، والميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل بيئة عمل الشركات. ولأول مرة في مصر يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ليكون هناك مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة. كما عمل المجلس القومي للمرأة على إطلاق واعتماد أول نظام إحالة وطني لجميع حالات العنف ضد المرأة، وتوسعنا أيضاً في افتتاح وحدات الحماية ووحدات الاستجابة الطبية. الحضور الكريم، إن ما وصلت إليه المرأة المصرية هو مصدر فخر للدولة المصرية وحلقة مضيئة في سماء جمهوريتنا الجديدة، وأصبحت جهود تمكين المرأة في مصر نموذجاً ومحركاً في المحافل الدولية. ففي هذا العام استضافت مصر المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتسلمت مصر رئاسة المؤتمر. ونشرف بأن مصر بالشراكة مع منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعمل على إطلاق مركز الفكر والامتياز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى يكون مركزاً رائداً في المنطقة.
وطرحت مصر مؤخراً بياناً عبر إقليمي عن التمكين الاقتصادي للمرأة في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأطلقنا رؤية مصر الدولية بشأن المرأة والبيئة وتغير المناخ في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك. سيادة الرئيس، لقد ارتبط اسم المرأة المصرية بصفات القوة والشجاعة والإقدام والصبر والوفاء، فهي القوية المثابرة، هي العاشقة لوطنها والمساندة له بكل قوة. وأتذكر سيادة الرئيس كلمات سيادتكم لفتاة في شرم الشيخ: لا ما تخافيش جوه مصر، ما تخافيش، بلدنا بإذن الله ربنا حافظها. وأؤكد لسيادتكم أن صدى هذه الكلمة عظيم على سيداتي وبنات مصر. سيادة الرئيس، عهدت ووفيت ودافعت وانتصرت لحقوق المرأة المصرية حتى أصبح ذلك هو نهج الجمهورية الجديدة، جمهورية جديدة تحترم وتقدر المرأة إيماناً بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان. شكراً سيادة الرئيس. بسمة، منال وسلمى، ثلاث بنات من نفس القرية، ولأن زمان كانوا بيحتاجوا ضمانات عشان يقدروا يفتحوا حسابات في البنك، بقوا لما يحبوا يحوشوا أو يقترضوا بيكونوا مجموعة ويجيبوا صندوق ليه ثلاث تقفال، كل قفل بتاخد مفتاحه واحدة منهم. ولأن مصر النهاردة بتسعى للشمول المالي وبتطبق التحول الرقمي، كان لازم نغير الطرق التقليدية لمجموعات الادخار والإقراض ونخليها تتم بشكل إلكتروني. وبالفعل قدر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصري إنه يكون وكيل مصرفي للبنك الزراعي المصري ويكون حساب بنكي مشترك لكل مجموعة مرتبط بتطبيق على الموبايل وكارت ميزة للدفع الإلكتروني، وده بيتم من خلال الميسرة المالية التابعة للمجلس. والنهاردة بنعلن إطلاق تطبيق تحويشة عشان يكون البديل الرقمي الجديد، واللي من خلاله تقدر كل واحدة في المجموعة تحوش وتقترض بأمان وبكل سهولة. وعن طريق المسح الإلكتروني لبطاقتهم الشخصية، التطبيق هيساعدهم في رفع بياناتهم، وبيتم إصدار كارت ميزة لكل واحدة منهم، وبعدها بيتعمل حساب مشترك للمجموعة مرتبط بثلاث أساور إلكترونية بتكون مع المسؤولين عن المجموعة. وكل ده بيتم في دورة مدتها 52 أسبوع. وفي نهاية كل دورة بتتوزع عليهم فلوسهم مع الأرباح زائد المبالغ اللي تم تحصيلها من غرامات التأخير والرسوم الإدارية على القروض، ده غير فايدة البنك السنوية. كمان هيساعدهم إنهم يحددوا احتياجاتهم وأولوياتهم ويرشدوا استهلاكهم ويعرفوا إزاي يدخروا ويحسبوا القرض وإزاي يقدروا يسددوا. وبكده نقدر نحول كل قرية لمجتمع غير نقدي، نحسن أحوالها بالمشروعات الجمعية الخضراء، ونساعد كتير من السيدات يلاقوا فرصة للمشاركة في سوق العمل يوفروا بيها حياة أفضل ليهم والأسرهم، واللي في النهاية هيدعم جهود الدولة في دمج سيدات وفتيات منتجة وفاعلة في المجتمع. تطبيق تحويشة، البنك في جيبك. إذن هنيئاً لكل سيدات مصر، إطلاق تطبيق تحويشة هو أول تطبيق رقمي لمجموعات الإدخار والإقراض في القرى. السادات والسادة الحضور الكرام، إن تمكين المرأة المصرية اقتصادياً ومنحها الفرصة الحقيقية للقيام بدور فعال في المجتمع هو رهان الدولة بكل مؤسساتها لبناء فتيات وسيدات منتجة، وهو أيضاً بداية طريق لكل منهن نحو حياة جديدة، حياة توفر مستقبلاً أفضل لها ولأسرتها وأيضاً لمجتمعها. نشاهد الآن فيلماً تسجيلياً من إنتاج المجلس القومي للمرأة بعنوان حياة. هي نص الدنيا والسند اللي بجد، في عز الدقيقة هي الضحكة، وساعة الأزمة هي الجدعة، وفي وقت الشدة هي أول إيد تتمد، ومهما كانت الصعوبات اللي بتواجهها فضلنا معاها خطوة بخطوة بندعمها وبنطور مهارتها، والنهاردة بنساعدها تبدأ حكاية جديدة قادرة فيها تحقق كل اللي بتتمناه.
حكاية نجاح عنوانها حياة. الدور الكبير اللي قامت بيه بنت مصر خلال 8-9 سنين اللي فاتوا دور المفروض ان التاريخ هيقف قدام منه كتير قوي ويقبله. حاولت ان انا اساعد امي في استخراج رقم قومي لان انا كنت فاكرة ان هي ساقط قيد، ولكن اكتشفت ان الموضوع اكبر من كده. ليها اخت تحمل نفس الاسم ولكن للأسف سبت وفاتها فاصبح قيد امي قيد وفيات. قابلتنا صعوبات كتير، كل ما نروح يعني اي منشأة حكومية ما نقدرش نروحها، ماليش حقوق في اي حاجة في الدولة. لحد ما بدأ اهتمام المجلس القومي للمرأة وتواصلهم مع الأحوال المدنية، قدرت ان انا استخرج قيد ميلاد لأمي. وجونا لحد البيت، صورونا في البيت والله يخليهم، طلعونا البطاقة ووصلها لنا للبيت. ده كان يوم تاريخي، تاريخي لأمي ولينا، ده بداية وجودها الفعلي لأنها قضت حوالي 48 سنة بلا وجود. ففي بداية المشروع أنا كنت قاعدة في البيت وسمحت البنات ما يقولوا ده فيه ندوة، فلقيت ناس بصراحة ما تتكلم كلام حلو واستفدنا يعني بيه بالكلام اللي ما يقولوه. قلنا لهم والله نفسنا في أي حاجة تزود الدخل، أي حاجة يعني، بدل ما احنا قاعدين مش ما نقدم مصلحة. وجم بعد ندوتين ثلاثة راحوا وقالوا ده احنا هنجيب لك، وما كانت تشتغلوا عليها يعني تنتجوا منها دخل البيت، ان انتوا تعملوا سبخ وتبيعوه حاجه تزود من الدخل. قبل ما انا اقولها بيعوا بصيت لقيت في ناس جايه تقول السبخ ده تبيعوه، يعني بصراحه كنت فرحان. انا بقيت اقول ده انا هعمل ومحدش هياخده، ولا انا شقايا يروح وخلاص. بقيت معايا فلوس، عيل يعوز مثلا يروح الدرس يقول ادينا اديه، عيل يعيا يعني عاوز اي حاجه كانت تبقى معايا الفلوس. أنا قررت وقلت لا، أنا مش هينفع أن أنا أعيش في دور الضعف والكسرة والاحتياج على طول. أنا شخصية، أنا كيان، أنا إنسانة، ليا حق أن أعيش، ليا حق أن أنا أطلع أشتغل أعمل مشروع. فأنا إمكانياتي ما كانتش تنفع أن أنا أشتغل. اللي اتغير أن أنا دخلت مجموعة الادخار مع المجموعات، جات الميسرات الأول علمونا إزاي نعمل مشاريع، وان احنا ازاي ندرس مشروع وان احنا نعمله دراسه جدول وندرس السوق. كمان علمونا طريقه تسويقي، طريقه ازاي ابيع المنتجات بتاعتي. النظام الجديد اللي هو الميزا كارت هو احسن لان امان اكتر، ان الفلوس هتبقى موجوده في ميزا كارت، ان الفلوس هتكون محفوظه في البنوك في ايد امينه في الدوله. انا عرضت الموضوع على جوزي، قلت له ان انا هاخد قرض من المجموعة. هو فرح في الفكرة، وهو بصراحة شجعني إن أنا أعمل مشروع أساعد بيه أسرتي وأساعد بيه زوجي وأساعد بيه أولادي. أنا الأول ما كنتش أعرف يعني إيه خرز نول، وكنت زي أي ست قروية اعتمادها كل العائلة على الزوج أو الأب، غير لما المجلس القومي للمرأة أعلن عن دورة تدريبية تحت شعار قدها وإدود، فحبيت إن أنا أشارك معهم. عرفنا فيها يعني إيه خرز نول، اتعلمت إزاي بالخرز الصغير ده أشغله وأعمل منه عقد أو أعمل منه أسورة، وتعلمنا منهم إيه الفرق بين الجلد الصناعي والطبيعي وإيه أفضل الجلود اللي أنا أقدر أشتغل بيها. وفعلاً ده برضو فرق معانا إن أنا طورت الشغل بتاعي. وبعد نهاية الدورة المجلس طبعاً شاكراً ما سبنيش، حب يوفر لي المواد الخام، كان بيساعدني في الأفكار، إن بيديني تصاميم أنا بنفذها له، ببعتها له منتجات وهو بيسوقها له عن طريق المعارض عن طريق المؤتمرات. اشتغلت بمجال الصناعات الغذائية. الأوجد عندي شغف إن أنا يكون لي مشروعي الخاص في الشوكولاتة الطبيعية اللي أدعم بيه أسرتي، والحمد لله اتحت لي الفرصة من خلال مشاركتي من خلال المجلس القومي للمرأة بدورة اللي عرفت من خلالها كل ما يخص الشوكولاتة الطبيعية من الناحية العلمية والعملية ومن الصب والتحضير. وبعد كده انتقلنا لمرحلة التسويق اللي من خلال المجلس القومي للمرأة برضو أتاح لنا الفرصة إن احنا نشارك بمعارض كبيرة وكتير. اللي أوجد عندي ثقة إن أنا أبدأ أصنع بنفسي في البيت، فبدأت خلاص إن أنا لازم أنزل أسوق، وكانت البداية لازم أعمل صفحة على السوشيال ميديا، وبداية إن أنا أتعامل بقى مع المجالات المختصة بتصنيع الشوكولاتة من نواحي الشركات، المعارض، من برضو الويدنج بلانر،
كل الاتجاهات، والحمد لله أنا شايفة أن أنا بإذن الله على أول الطريق، وبتمنى كل مرأة أن هي يكون لها حلمها اللي تحققه وتسعى له، وإن شاء الله تساهم في زيادة الدخل القومي المصري. دي مجرد بداية، تفاصيل كتير جوه الحكاية لسه ما تقلتش، تفاصيل في حياة كل ست وبنت مصرية عايشين في جمهورية جديدة بتحلم تخلي كل بناتها وستاتها أقوى. ودينا بنشوف نتيجة اللي بنيناه، وبكرة ولادنا هيكملوا اللي بدأناه. أنا كمان هطلع بطاقة وهكمل تعليمي وهتدرب، وممكن أكون سيدة أعمال كبيرة أو وزيرة، ليه لأ؟ المرأة المصرية مفتاح حياة. حقاً المرأة المصرية مفتاح حياة، وكثيراً يكون الحلم هو بداية حياة. عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المرأة المصرية وتحسين أوضاعها اقتصادياً واجتماعياً تحدثنا الآن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فلتتفضل معاليها. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكرام، فتيات ونساء وأمهات مصر الكريمات، رحموا الوطن ووريده، وتد الأرض وعمادها، قوته الناعمة ووعيه الكامن، ومؤشر رقيه ودلالة نهضته. كل سنة وأنتن طيبات، كل سنة ومصرنا الحبيبة قوية أبية، صابرة وبمشيئة الله إلى أبد الدهر ظافرة آمنة. عاشت مصر في العقد الأخير أحداثاً عصيبة وقاسية، وأصعب ما في هذه المرحلة هو تحدي استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة. وفي لحظات لن ننساها ما حيينا، كان الخطر ماثلاً والخوف على ضياع الوطن حاضراً، وفي كل بيت مصري كان هناك بطلة مارست بطولة نادرة ولا زالت. وكما ساهمت نساء هذا البلد الأمين في إشعال الثورات ضد المكائد والدسائس، فإنهن يقيناً يساهمن وسيساهمن في إنعاش مقدرات مصر وحمايتها ضد الفقر والفساد والجهل. السيد الرئيس، لقد حرصتم منذ تولي سيادتكم المسؤولية على تصحيح صورة ومكانة النساء في مصر، وشرعتم سيادتكم في إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن ومشاركتهن في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها. جازكم لتكافؤ الفرص عادلاً حكيماً، هذا مع التأكيد على تحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعي الذائف والممارسات الجائرة التي تنزع منها حمايتها وتبدد طاقاتها، ليصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة. السادة الحضور، إن وزارة التضامن الاجتماعي شديدة الحرص على مؤازرة وتعظيم حقوق النساء والأمهات حتى تصلن إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة المؤثرة. ففي محور الحماية الاجتماعية بلغت نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة 74% من إجمالي المستفيدات. وتبنى البرنامج منذ بدايته منهجاً صريحاً للاستثمار في البشر ولتنمية الأسرة المصرية، فكان الدعم مشروطاً بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، ثم استحدثنا شرط عدم تزويج القاصرات، ثم اقتصرنا الدعم على طفلين فقط كحد أقصى في كل أسرة تماشياً مع سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية. كما تمكن برنامج تكافل وكرامة من استخراج أوراق ثبوتية
ل850 ألف أم وطفلة، سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق. أما أمهات وزوجات الشهداء البواسي للشرفاء، فقد وجهتم سيادتكم بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100% تكريماً لهن على ما قدموه من قرة أعينهن ومن فلذات أكبادهن فداءً لمصر. واحتلت النساء 57% من إجمالي المستفيدين من التعويضات، سواء كانت ابنة أو أم أو أرملة. وتحرص الوزارة أيضاً على الحماية التأمينية للسيدات، فقد بلغ عدد المستفيدات من المعاشات 6 ملايين سيدة بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، كما بلغ عدد المؤمن عليهم 3 ملايين سيدة بنسبة 23% من إجمالي المؤمن عليهم. وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوماً. وبالتماشي مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني، سارعت الوزارة في استخراج بطاقات ميزة لجميع المستفيدين من برامجها، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. وتم استخراج 3 مليون بطاقة ميزة لمستحقي الدعم النقدي، كما تم استخراج 5 مليون بطاقة أخرى لمستحقي التأمينات والحماية الاجتماعية، كما تم أيضاً استخراج 200 ألف ميزة للمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر وجاري استكمال المسيرة. أما محور الحماية الاجتماعية، فقد تبنى قواعد حقوق الإنسان، كما أطلقتم سيادتكم استراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي. تم تطوير مشروع قانون واستراتيجية متكاملة للرعاية البديلة بهدف التوسع في منظومة الكفالة والحد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر، إيماناً بأن صحة الطفل الفضلة تكمن في التنشئة والتربية والرعاية في أسرة وليست مؤسسة. وقد تم تيسير إجراءات الكفالة، وزاد إجمالي عدد الأطفال المكفولين عن الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة 23%. وفيما يخص حماية النساء من كافة أشكال العنف والإساءة، قامت الوزارة بتطوير 8 مراكز النساء ضحايا العنف والناجيات منه ورفع كفاءتهم، حيث يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي للسيدات أو للأمهات ولأطفالهن. هذا بالإضافة إلى إنشاء أول مركز في مصر لاستقبال وتأهيل ضحايا جريمة الإتجار بالبشر. واتساقاً مع سياسات الدولة في الحفاظ على كيانة الأسرة المصرية، نجحت الوزارة من خلال برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة في تقديم خدمات توعية إلى 2 مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج في القرى المصرية وفي المناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة والعشوائيات، وللمجندين وفي الجامعات وفي كافة ربوع مصر. كما كثفت الوزارة خدماتها من برنامج 2 كفاية من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية وبإشراف من وزارة الصحة والسكان، مما أدى إلى حصول 1 مليون سيدة من مستفيدات تكافل وكرامة على خدمات الصحة الإنجابية. وأيضاً استخدم وسائل تنظيم الأسرة 30% منهن. وتحرص الوزارة أيضاً على رعاية السيدات المعيلات، فقامت بتوفير خدمات حماية اجتماعية ل 740 سيدة معيلة، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة لمسجون، بحوالي 4.2 مليار جنيه سنوياً. كما يقوم صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بصرف نفقة لحوالي 240 ألف سيدة بقيمة 860 مليون جنيه مصري، ويقوم بنك ناصر عوضاً عن هذه السيدات بالتقاضي لحين الحصول المطلقات أو السيدات المعيلات أو كبار السن على حقوقهن من أسرهن. ولم ننسى النساء والأمهات المسنات، فتم إعداد مشروع قانون لحماية حقوق المسنين لأول مرة
لإتاحة كافة الخدمات التي توفر لهن الحياة الكريمة وتعطيهن الوقار والاحترام الذي يستحقونه. تبلغ تكلفة الدعم النقدي الموجه للمسنات تحت خط الفقر 1.2 مليار جنيه سنوياً، بما يمثل 6.3% من إجمالي الدعم النقدي. كما قدم بنك ناصر أعلى عائد على الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الجارية الاستثمارية لشهادات رد الجميل للمسنين حتى بلغت المحفظة 3 مليار جنيه. وعن السيدات ذوات الإعاقة، يبلغ إجمالي الدعم الموجه لنحو 281 ألف سيدة وأم ما يقرب من 1.6 مليار جنيه مصري، هذا للسيدات فقط. وتم استخراج 230 ألف بطاقة خدمات متكاملة، واستفادت 126 ألف سيدة من خدمات تأهيل ورعاية وأجهزة تعويضية، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لإلحاقهن بسوق العمل. وفي محور التنمية الاقتصادية، تقوم الوزارة بإتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى ترد بفوائد إدارية بسيطة. فوصل عدد المشروعات متناهية الصغر إلى 320 ألف مشروع بإجمالي 2.6 مليار جنيه مصري، بما يشمل مسطورة تنمية المرأة الريفية، التمكين الاقتصادي لأمهات أطفال المدارس، الأسر المنتجة وغيره. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 60% من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي، حتى وصل العدد إلى 66% يعملن إما في الأعمال الهامشية أو في أعمال غير مرئية أو في أعمال غير مسجلة وموثقة، مما يهدد حمايتهن الاجتماعية. علماً أن 20% يعملن لحساب أنفسهن و 14% آخرين يعملن لدى الغير. السيدات والسادة الحضور، مصر تمضي رغم كل التحديات الجسيمة في عزة وشموخ، وبثقة في أن الخير آت حتى وإن طال الأمد، وعلى ثقة أن أمهات ونساء مصر ستساهمن بكل ما أوتينا من قوة وطاقة وعزيمة في تعزيز الوعي الإيجابي وفي تنوية الأسرة المصرية وفي رخاء الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وفي تقدم مصر ونهضتها. في ختام كلمتي، دعونا نترحم على الأمهات اللاتي رحلن ولكننا ما زلنا نشعر بهن حولنا، يراقبوننا عن بعد، يبقى عطرهن في أيادينا وتسكن كلماتهن جوارحنا. فالأمهات ترحل جسدا ويبقى أبد الدهر روحا وأثرا. شكرا سيد الرئيس. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. دور الأم أساسي في تحسين جودة حياة أسرتها ومجتمعها. ويا سلام بقى لو الأم دي بتربي ولادها وفي نفس الوقت عندها رسالة بتحققها لبلدها. في كل قرى مصر في ستات كتير قوية ورائعة، حقهم علينا نوصل ليهم وناخد بإيديهم لبر الأمان. وقوة مصر الناعمة ووعيها وسلوكياتها هي جزء من الأمان ده. ومن شمالها لجنوبها هتلاقي نماذج تبهرك، إيد فيها رسالتها والإيد التانية جوا بيتها. الرائدة الاجتماعية، جند كبيرة في التغيير المجتمعي اللي ريسنا بيحلم بيه واللي بلدنا تستحقه علشان تتغير للأفضل وتتغير بجد وبعمق. التعليم والتربية أساس الأخلاق. خلي بالك عليها، خلي بالك هنيها، خلي بالك دي السمرة، خلي بالك. 40 سنة يمكن من 83 أول رائدة، هم المشروع ده عملوه عندنا إحنا تنمية المرأة، وعايزين الرائدات الريفية، فإحنا هناخدك في مشروع الرائدة الريفية وإنتي أول واحدة. والرائدة الريفية حلقة وصل بينها وبين رئيس الوحدة، لأن هي
السر كله فيه في الرائدة. كانت عندي 30 سنة وبخيط للعرايس وعمل ستاير، أروح السجل أخذهم معاي، أروح مكتب الصحة أخذهم معاي، عشان مش عارفين أنا بمشي معاهم وأنا رائدة ليه؟ مش لخدمة المجتمع، خدمة الناس. لفيت البلد مرة، دخلت 27 بيت من الصبح لليل. دلوقتي كل البلد دي أنا داخل بيوتها، يا أبويا البلد كلها دخلتها، قول 2000 البلد كلها ولا بيت ما دخلتوش. في واحدة طيب متجوزة ما عندهاش قسيم، جابت ولد، الولد كبر، طلعنا شهادتها على ولدها، جارت علي ومسكت يدي، الله يخليكي، الله يبارك فيكي، الله يخليكي، تسلمي، الله يبارك فيكي، يديك الصحة والعافية، وقعدت تعيط. اللي عملت ليها معاش، أرامل، مطلقات، شيخوخة، قانون طفل. الرائدة الريفية أدان دفعة وأدان قوة وأدان شجاعة، بقيت يعني بمشي يعني بثقة، والناس أول ما أمشي بيشاوروا علي، دعوات الناس يعني مستجابة، وهي إن شاء الله يعليك يا رب، ياخذ بيدك يا مكة. جوكر ده، جوكر مكة، شوف زي صفية زغلول، صفية زغلول ما شاء الله. ماما بالنسبة للروح والحياة، لأن هي أمي وأبويا وأختي وصديقتي، بحس أني فرحانة أنها بتخدم الناس والناس بحبوها، وطبعا من محبتها هي الناس بحبوني أنا، عشان أنا رائدة ريفية. الرئيس عيني في المجلس، بعته كلمين مكتب الرئيس، قال لي إحنا مكتب الرئيس ليه؟ أيوة الحقة مكة، قلت يا أيوة، قال لي لح تتعيني في المجلس القومي للمرأة. رئيس الوزراء زي قاعد كده وانا قاعد كده، فقحت زغلوتي، قال لي كده. وجينا عاد الاجتماع الثاني، الرئيس قابلنا ورحنا برضو، بقينا نقول أسامينا عشان الرئيس يعني. قال لي ايوه يا حق مكة أسوان، قلت له ايوه يا رئيس، ازاي ناس أسوان؟ قلت له بيحبوك وبيسلموا عليك، خصوص السيدات بيحبوك، خصوص المرأة بتحبك يا رئيس. قال لي انا شكرا شكرا، وانا بحبك والله. بنوا سيا جنبا سند قرسي يا جنبا سيدي ربايا تاجر سند فرح. الرائدة الاجتماعية هي اللي بتحمل شعلة نور للمجتمع، هي الحارس الأمين على أفكار وسلوكيات أمهات كتيرة وأسر أكتر. والأم الواعية القوية هي عنصر أساسي في حماية وتنمية أسرتها، في إنها تحقق لهم حياة كريمة ومستقبل واعد. كل راجل لازم يقف في ظهر أمه وزوجته وأخته وبنته، هو ده الراجل المصري الأصيل. الأم يعني وعي، والوعي هو ثورة فكر وثروة أمة. وعي الأم المصرية هو البيت والسكن والوطن، وبالوعي مصر أكيد هتتغير للأفضل. مصر أجمل ومنور، أمل يرفرف في عينينا، بالوعي مصر بتتغير وهيكمل المشوار فينا. مصر أجمل ومنور، أمل يرفرف في عينينا، بالوعي مصر بتتغير وهيكمل المشوار فينا. وبالوعي أكيد مصر هتتغير للأفضل. الحضور الكريم، لطالما كان تمكين المرأة المصرية وتحقيق تكافؤ الفرص هدفاً استراتيجياً للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أيضاً ركيزة أساسية من ركائز خطتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. الآن الكلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فلتتفضل معاليها. بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية، سيدات مصر العظيمات، السيدات والسادة الحضور الكريم، في هذا اليوم يسعدني أن أبعث ببرقية حب وتحية لكل الأمهات. كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة، كل عام ومصرنا الحبيبة في أمان وتقدم وازدهار. الحضور الكريم، قبل أكثر من 800 عام قال ابن رشد أن المرأة قادرة على ممارسة أعمال الحرب وأعمال السلم معا. قالها في حقبة كانت تعاني فيها المرأة من التهميش، إلا أن ابن رشد كان لديه قدرة على قراءة المستقبل وثقة كبيرة وإيمان شديد بقدرات المرأة وإمكانياتها، حيث أصبحت هذه المقولة حقيقة دامغة على أرض الواقع. فها نحن نرى الآن ما تحققه المرأة من نجاحات وإنجازات في جميع المجالات. تأتي المرأة المصرية دائماً في الطليعة، فهي طالما كانت السند وقت الشدائد والأزمات والشريك الفاعل في صنع السلام، وهي استطاعت بجلد يحفزه طاقات كامنة غير محدودة وهبها الله لها أن تتحمل المسؤولية، فلم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية. هي المعلمة والطبيبة والوزيرة والقاضية ونائبة الشعب ورائدة الأعمال وغيرها الكثير والكثير في كافة المجالات. لذلك لا نتردد في القول إننا نعيش اليوم أزهى عصورها، ويعود الفضل إلى السيد رئيس الجمهورية الذي أولى دعم المرأة وتمكينها اهتماما خاصا منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية الحكم، لإيمانه القوي وثقته الكبيرة في قدرتها وصبرها وجلدها في جميع الأزمات. فهي كانت دائما وما زالت أهل لهذه الثقة. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن الحديث عن ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى فكرة ومفهوم المساواة بين الجنسين، إنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من طاقات الإنتاجية والإبداعية التي وهبها الله للمرأة وما تحققه من قيمة مضافة تسهم في النمو الشامل والمستدام. وتأكيداً لذلك أثبتت جميع الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في جميع دول العالم. وتعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق، سواء ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، إلى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع. وتحقيقاً لذلك تمثل قضايا المرأة وجهود تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية 2030 وجميع برامجها التنموية. فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية للدولة المصرية. كذلك تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، أذكر منها على سبيل الحصر: المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة الجيدة والسكن اللائق وفرص العمل. كذلك يأتي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته الدولة منذ أيام بتشريف السيد رئيس الجمهورية ليعزز جهود تحسين وضع المرأة. فمحاور هذا المشروع التنموي تمثل جميعها روافد تصب في الهدف الأسمى ضعه الدولة نصب أعينها، وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية وفي القلب منها المرأة عماد هذه الأسرة وحارسها الأمين. لذلك جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تدريب على ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل لأكثر من مليون سيدة وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
السيدات والسادة الحضور الكريم، لم تتوقف جهود الدولة المصرية واهتمامها بقضايا المرأة عند ذلك، بل تم تنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والمبادرات للعمل على الاستثمار في قدرات المرأة المصرية وتأهلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوأ المناصب القيادية، حيث تم تدريب أكثر من 4000 سيدة من 12 محافظة في برنامج القيادات النسائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية، ويستهدف البرنامج تغطية جميع المحافظات مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 7000 سيدة تم تدريبها في برامج تدريبية متنوعة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، ومساهمة في تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، تم تدريب أكثر من 380 سيدة قيادية من 45 دولة أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية. وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة العام الماضي، تم إعداد وإطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة بالتعاون وشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وأيضاً بالشراكة مع مركز تورين الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. ولأن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين هو أحد التحديات لزيادة فرص تمكين المرأة وأيضاً لإمكانية مشاركتها في وظائف المستقبل، تكثف الدولة جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات والفتيات في مجالات التكنولوجيا والرقمنة من خلال المبادرة هي المستقبل الرقمي، التي تستهدف في المرحلة الأولى السيدات في الوزارات والجهات الحكومية، ونستهدف تدريب أكثر من 8000 سيدة بنهاية هذا العام. وكأحد ثمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية، بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر التميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية نحو 30% من إجمالي الفائزين. وتقديراً لدور المرأة وسعيها لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، نستأذن سيادة الرئيس، بستأذن حضرتك يا فندم، في أن نعلن اليوم عن جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي. وتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً آخر تبعه قرار للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل 2 من الكوادر النسائية على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في الأنشطة غير المصرفية وفي مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المصرفية. وكثمار لذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقارب من 1000 شركة ومؤسسة مصرفية من 13% في عام 2020 إلى 16.7% في عام 2021. والحقيقة احنا إذا استمرنا بهذا المعدل بإذن الله هنتخطى المعدلات الدولية ونصل إلى 30% في عام 2025. قد تكلل كل ذلك بتوجيه من السيد الرئيس بالاستعانة في المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وذلك تأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صدر في يونيو 2021 القرار التاريخي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة. كذلك شهدنا خلال العام الماضي المنقضي ولأول مرة تولي امرأة منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيدة السفيرة مشيرة خطاب. سيدات والسادة الحضور الكريم، بالتأكيد كان هناك ثمار لهذه الجهود والخطط المتواصلة في تحسن ترتيب مصر في جميع المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة. تحسن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة وفي مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2021. تحسننا 55 درجة، جاءت مصر في المرتبة 79 في عام 21 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014. وكذلك بفضل جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ارتفعت نسبة السيدات التي لديهم حسابات بنكية نحو 16 مليون سيدة، أي بزيادة 163% بين عامي 2016 و2021. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنجازات كبيرة وتحسن واضح في جميع المؤشرات المحلية والدولية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة بدعم كبير من القيادة السياسية لتحسين وضع المرأة المصرية وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة. ختاماً اسمحوا لي أن أؤكد أن شهر مارس من كل عام
ربما ينتظره العالم للاحتفاء بالمرأة، ولكنني أستطيع أن أقول الآن وبكل ثقة إن احتفاء مصر بالمرأة أصبح في كل أشهر العام احتفاء تجسده إنجازات ومكتسبات جديدة تضاف لسجل إنصاف المرأة وتقديرها، يمثل كل منها درة جديدة في سلسلة الوصل والعرفان من وطن عزيز تمثل المرأة دائماً قلبه النابض، التي تبادل هذا الوصل عطاء يتجلى كل يوم، فهي الأم والأخت والزوجة والمعلمة والطبيبة، وهي قبل كل ذلك وفوقه هي أم البطل والشهيد. أشكركم وجدد تهنئتي لكل أمهات مصر، كل عام وأنتن بخير ومصرنا العزيزة دائماً في تقدم وازدهار. السلام عليكم ورحمة الله. وفي رحلة مصر للتنمية المستدامة، تمكين المرأة المصرية ما كانش مجرد محطة أو هدف بتحاول توصله، دي رؤية بلد بكل مؤسساته، بلد اعتبر أن الاستثمار في بناء الإنسان هو أفضل طريق للمستقبل، مستقبل الجمهورية الجديدة. وعشان كده لما أطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هدفنا مش بس تحفيز روح التنافس والابتكار بين موظفين الدولة وبين المؤسسات الحكومية وبعضها، لكن كمان تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. من هنا ركزنا على نشر ثقافة الجودة والتميز والعمل بروح الفريق بين العاملين من الجنسين، واهتمينا بتدريبهم لبناء نظام مؤسسي متكامل بيوفر فرص متساوية للجميع بدون تمييز. وبالفعل قدرنا نساعد عدد كبير من السيدات والشباب وذوي الهمم يفوزوا بالجائزة بفئاتها المختلفة، سواء على مستوى التميز المؤسسي أو التميز الفردي. وعشان نزود فرصهم في المشاركة ونحفز مؤسسات أكتر على دمجهم في الوظائف الحكومية وتمكنهم من تطوير إمكانياتهم وتقديم أفضل ما عندهم، بنطلق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة إضافية من فئات التميز المؤسسي وحافز جديد لخلق نظام عمل قادر يحقق استدامة التميز ويطبق مفاهيم الحوكمة والمساواة بين الجنسين ويوصل لمعدلات أفضل لرضا المواطنين والموظفين. تصميم الجائزة استندنا فيه لأدلة جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة والخبرات والمعايير الدولية، وعشان نقيم جهود الجهات الحكومية في المجال ده اعتمدنا ثلاث محاور رئيسية، وهي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات وتطوير الأداء الوظيفي لزيادة كفاءته وإنتاجيته وتشجيعه على الابتكار، الممكنات المؤسسية واللي بتشمل رفع الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، بالإضافة لتحقيق التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية لجميع العاملين والعاملات بتوازن بين متطلبات العمل وحياتهم الاجتماعية، وأخيراً الاستدامة من حيث استمرارية المؤسسات والتزامها بتطبيق السياسات اللي بتدعم تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، عشان نقدر في النهاية نغير فلسفة العمل الحكومي ونرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، واللي بدوره بينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز ريادة وتنافسية مصر عالمياً. الطريق لبكرة بيبدأ من النهاردة، والنهاردة مصر بتاخد خطوة جديدة لتحقيق التميز الحكومي في تمكين المرأة، خطوة بتقربها لحلم الجمهورية الجديدة وبترسم طريقها للتنمية المستدامة، الطريق لرؤية مصر 2030. السيدات والسادة الحضور، وبالفعل تخطو مصر خطوات حثيثة لتحقيق التميز الحكومي في مجال تمكين المرأة في ظل جمهورية جديدة أبت إلا أن تعيد كتابة تاريخ المرأة المصرية لتضع الأجيال القادمة على الطريق نحو مستقبل ينبض بالأمل ويقود لتحقيق المجد. مرة أخرى كل عام وكل امرأة مصرية سعيدة ناجحة محققة ذاتها في ظل قيادة سياسية
تدعم المرأة وتؤمن بقدراتها. شكرا فخامة الرئيس لدعم سيادتك وإيمانك بقدرات المرأة المصرية. سيادة الرئيس نستأذن حضرتك الآن في استراحة قصيرة، نستكمل بعدها الاحتفالية. الفن يشكل الوعي ويصنع المعجزات ويفتح طاقات من الأمل تتجدد في القلوب كل يوم. ندعو حضراتكم الآن للاستمتاع بفقرة فنية يقدمها كورال أطفال الأوبرا المصرية بأغنية نص الدنيا ومصر يا أم الدنيا، يليها أغنية ست الحبايب للمطربة ريهام عبد الحكيم يصاحبها بالي أوبرا القاهرة، ثم أغنية بنت مصر أداء المطربات مي فاروق حنان عصام وإيمان عبد الغني بمصاحبة بالي وكورال الأوبرا المصرية.
وحدتنا الوطنية سماح وسلام يحتار اللي يشوفها يجيب منين كلام وحدتنا الوطنية سماح وسلام يحتار اللي يشوفها يجيب منين كلام في الشدة بنشارك في الفرح بنبارك وده كله من روحي ودمي يا حنينه
كل الطيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. الشكر والتحية والتقدير لكل المشاركين في هذه الفقرة الفنية، وكل الشكر والثناء لدار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة المصرية لحرصها على الدعم والمشاركة وحرصها على نشر رسالة الوعي من خلال الفن والقوى الناعمة. السيدات والسادة الحضور الكرام، اليوم نقف احتراماً واعتزازاً أمام إنجازات نساء عظيمات، نكن لهن كل الحب والامتنان والتقدير، ونؤكد أن ما قدموه من تضحيات
وإنجازات سيظل حاضراً في وجداننا وعلى صفحات التاريخ، ليبقى إلى الأبد نموذجاً يحتذى في الإيثار، التضحية والوفاء. فكل عام وكل امرأة مصرية طيبة. سيادة الرئيس، نستأذن سيادتكم الآن في تشريف المنصة لتكريم نماذج مشرفة من السيدات المصريات في شتى المجالات. نبدأ بوسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات. السيدة وحيدة الديدموني، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية محافظة الشرقية. السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية محافظة سوهاج.
اللي سندت عليها وقعت وقفت بمسكة ايده، اللي حفظت الشعر عشانها وغنت كلها في عيدها. السيدة إقبال فايز لبيب ذرياس، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، محافظة قنا. السيدة بثينة محمد عبد السميع رمضان، الأم المثالية من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية. السيدة بثينة محمد عبد السميع رمضان، الأم المثالية من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية.
ماشي في الدنيا برضاكي وبحنانك وبدعاكي، روح إلهي تتفتح ليك البيبان. السيدة أميمة يوسف عبد العزيز العجوز، الأم المتطوعة حياة كريمة الأولى على مستوى الجمهورية محافظة البحيرة. السيدة شادية حسين راشد عبد العال، الأم الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي على مستوى الجمهورية محافظة قنا. ربنا ينور طريقك والدعاء يكون من نصيبك، وكل نفسك بتلاقيه وأكتر كمان. ماشي في الدنيا برضاك وبحنانك وبدعاك، روح إلهي تتفتح ليك البيبان. ربنا ينور طريقك والدعاء يكون من نصيبك، واللي نفسك في تلاقيه وأكتر كمان. ليا مين في الدنيا غير انت راس مالي، هي اللي طول العمر نايمة وقايمة لعيالي. حتى لما انسى عليكي تمسحي في دموع عليكي، ادعي ربنا يرضى عني. السيدة صالحة مرعي حسين علي، الأم البديلة على مستوى الجمهورية محافظة القاهرة. السيدة أمل محمد محمد المغربي، أم شهيد القوات المسلحة محافظة الإسكندرية. وانتي أمنا كلنا كل سنة، وانتي معاكي قلبنا كل سنة، وانتي فوق نجمة في السماء كل سنة، وانتي حبيبة ربنا. ما تتنسي ضحى بعمره لينا وهب لك عمرنا، احنا ولادك كلنا، نور اسمه بدمه عشان بلدنا تعيش. ما تتنسيش احب عمرنا وهب لك عمرنا، احنا ولادك كلنا، ده نور اسمه بدمه عشان بلدنا تعيش. السيدة سميحة حسين أحمد علي، أم شهيد الشرطة محافظة الشرقية.
كل سنة ليكي تحية مننا، كل سنة وانتي رضاكي حلمنا. جاي نقولك يا أمي يهدي ربنا، قصدك كل غالي حتى لو دمنا. في الجنة عايش وطلت ما تتنسيش، احفظ عمرنا وهبلت عمرنا احنا ولاد كلنا، ننور اسمه بدمه عشان بلدنا تعيش. بلدنا تعيش. والآن مع بعض النماذج المشرفة لسيدات مصريات صاحبات إنجازات وطنية ودولية، اسم الدكتورة فرخندة حسن، سياسية وأكاديمية، أحد أهم رموز العمل النسائي في مصر والعالم العربي، الأمينة العامة السابق للمجلس القومي للمرأة، حاصلة على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى في عام 1980، تتسلمها ابنتها الدكتورة وجدان لطفي. السيدة سهير قنصوة، الخبيرة الدولية في التخطيط الاستراتيجي وصاحبة الفضل في إصدار أول تقرير وطني للتنمية البشرية في مصر. السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ورئيسة مجلس مساعدي الوزير سابقا وعضو لجنة الشخصيات المرموقة لآلية مراجعة النظراء المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، عضو اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. الدكتورة نازلي معوض، أستاذ العلوم السياسية المتفرغ والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ممثل مصر لدى اليونسكو باللجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستشار رئيس الجمهورية في مركز الفكر لمنع وحظر الأسلحة النووية سابقاً. بشوف نظرتك يا حبيبتي وعيش وفاة.
المحامية منى ذو الفقار، مؤسسة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية إرمس القابضة، أول محامي مصري وأول امرأة تحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من IFLR عام 2020، تم تصنيفها بقوائم مجلة فوربس العالمية للنساء الأقوى تأثيراً في مصر والشرق الأوسط خلال السنوات العديدة الماضية حتى 2021. بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي، وانداقت بيا يما بلقى في حضنك براح. يا أحلى كلمة طعمها حلو في لساني، حبك في قلبي مش هاي. الفنانة فريدة فهمي، مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط، وهي فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي نجحت في تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها. الدكتورة لميس جابر، طبيبة وكاتبة وأديبة مصرية، واحدة من أشهر الروائيات المصريات، اشتهرت بكتابتها السياسية والثقافية والتاريخية. تم تعيينها بمجلس النواب في عام 2015 وتعمل كطبيبة إلى الآن بجانب عملها كصحفية وكاتبة. الأستاذة فريدة الشباشي، كاتبة صحفية ومن أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي، رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري في 12 يناير 2021.
الدكتورة ميرفت أخنوخ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيسة مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجليزية، ساهمت في العديد من المشروعات منها تدريب القيادات النسائية ورعاية الفتيات في الأحياء الشعبية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مشروعات الكنيسة العامة مثل المركز الطبي. ومسك الختام في هذه الاحتفالية كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. يوم جميل خالص خالص ان احنا نحتفل بالأم والأخت والابنة المرأة المصرية الحقيقة، ومش قادر اقول لكم يعني لقائي مع السيدات الفضليات الكريمات اللي أنا التقيت بيهم في التكريم، واللي أنا ما شفتهمش حتى وموجودين في كل بيت مصري، ويمكن ما جاتش فرصة إن احنا نقول لهم متشكرين ومقدرين، بوجه لهم التحية والتقدير والاحترام. وبرضو اسمحوا لي أقول لكم إن حتى السيدات اللي مش موجودين معنا دلوقتي وعند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن نقول ندعو الله سبحانه وتعالى انه يتغمدهم برحمه بحق كل حاجه حلوه هم عملوها، بحق كل سهره هم سهروها، بحق كل هدمه هم غسلوها، بحق كل اكله هم صنعوها، بحق كل دعوة هم دعوها. ربنا يا رب بنقول يا رب هم ضيوف عندك وأكرمونا كلنا وبقوا في دار الحق يعني، فتفضل عليهم بكرمك وعطفك ولطفك ورحمتك. فيوم زي ما بقول يوم جميل قوي ان احنا نتذكر الفضليات الكريمات العظيمات اللي هم نبع العطاء، وهم بالمناسبة نعم اهلا وسهلا بيكم، هنتصور ونعمل كل، لا تزعليش خالص، حاضر حاضر حاضر. هما ما تزعليش، اولا ما تزعليش، لا ما تزعليش، لا ما تزعليش، والله حقك علي انا، لا لا ما تزعليش. طب حاضر طب حاضر طب حاضر حاضر، بس المهم ما تزعلوش. هما طبعا يعني لما المكرمات كثيرات جدا، المكرمات كثيرات جدا، وهم يمكن عشان مش عايز اقول يضيعوا الوقت ولا حاجه، لكن الحقيقه في اتنين من كبار القاده توفوا جنازتهم النهارده، وانا ما كنتش عايز اقول الخبر ده يمكن بعد الاحتفاليه. اتنين من قادة اكتوبر، حاضر هنسلم كل اللي انت عايزاه، حاضر حاضر. الفريق عبد المنعم واصل، اسف الفريق عبد المنعم خليل، والفريق عبد ربنا بيحافظ
توفوا بالأمس وجنازتهم النهاردة، ودول من أبطال أكتوبر يعني. فمهم ما تزعلوش، مهم ما تزعلوش، أنتوا موجودين معانا وعلى دماغنا كلنا يعني. خليني برضو بدل ما نتكلم بعيد عن الكلمة يعني، إن إحنا زي ما قلت كده التكريم اللي بنقدمه يعني، إحنا طبعا يعني بودينا نكرم كل الناس أو كل السيدات يعني، لأن كل ست في بيتها مع أولادها ومع زوجها ومع الحياة اللي هي بتعيشها بتقوم بجهد كبير قوي قوي. ينكروا جاحد أو ظالم، ينكروا جاحد أو ظالم. أنا بتكلم مش زي ما الناس بتصورها إن إحنا يعني بنحاول نبقى يعني يقولك يعني منحزين، لا لا، إحنا بنتعامل مع الأمور بتوازن صدقوني، واللي إحنا بنعمله بنحاول نحقق بالتوازن مش انحياز. إحنا لسه ما انحزناش، إحنا لسه ما انحزناش، إحنا بنحاول نعمل توازن بس. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، عظيمات مصر، السيدات والسادة، أود أن أستهل حديث اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية العظيمة، صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته، منبع الأمل في المحن والشدائد. فكل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته. واسمحوا لي ونحن نحتفل بالمرأة المصرية العظيمة أن أدعوكم جميعاً لأن يكون اليوم وكل يوم فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمرأة المصرية، تقديراً وإجلالاً لدورها العظيم وتضحياتها الغالية. السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أشهد بينكم اليوم احتفالنا السنوي بالمرأة المصرية العظيمة، وسعادتي كبيرة وأنا أتواجد بين هذه النخبة من عظيمات مصر في شتى المجالات. وأؤكد لكم اعتزازي الشخصي بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليداً عزيزاً، أعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية لتعبر خلاله عن جزء يسير من احترامنا لدورها الجليل كشريكة في الكفاح والنجاح والبناء والعمل. السيدات والسادة، لقد كانت المرأة المصرية العظيمة وما زالت دعماً وظهيراً لوطنها، ولن أكون مبالغاً إذا قلت أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن، فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة، هي سر الحياة. وأقولها صريحة، إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود. أنا كنت ناوي أتكلم كلمتين وبعدين أقول في الآخر كلمة كده، لكن اسمحوا لي إن أنا فرصة وأنا في وسط الكلام كده أقول اللي أنا عايزه. لما بقول الفقرة اللي فاتت ديت وبقول إن المرأة كانت هي سبب كبير وسبب أصيل لحالة النجاح اللي إحنا بنعيشها، أنا ما كنتش مبالغ. وعايز أفكركم في الأحداث اللي تمت خلال على الأقل 10 سنين اللي فاتوا، وقد إيه المرأة كانت مسؤولة، ومش بس كده، وكانت محركة وصانعة للأحداث. ولما جينا حتى في
برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. وأنا لما بقول الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ، إن لولا هذا الدعم يعني طبعا ما حدش يفهمني غلط، يعني الراجل موجود وبيقوم بدوره وكل حاجة، ما أنا راجل برضو يعني، لكن صحيح يعني، لكن المرأة هي يعني افتكروا يعني افتكروا بإنصاف، افتكروا أي زوج يفتكر بإنصاف زوجته بتعمل إيه، يفتكر كل ابن بإنصاف والدته بتعمل إيه، يعني يفتكر كل ابن أمه عملت إيه بإنصاف. أنا بقول ما بقولش من حياز حاجة، إن هي أعطت كثيرا جدا يعني. فنيجي لموضوع الإصلاح الاقتصادي تحديدا، أنا بتكلم لأن ظروف قاسية جدا مرت علينا في الوقت ده، لكن هي كان بدعمها إحنا مررنا بيه والحمد لله. وأنا عايز أقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الموقف ولولا الإجراءات اللي اتعملت ديت، أنا بقول لكم إن إحنا خلال السنتين اللي فاتوا والأزمة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، الأزمة العالمية اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم، إحنا كان هيبقى موقفنا صعب قوي 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 في اللي إحنا بنعيشه دلوقتي. ودي كنتم تابعين، أمين يا رب. شكرا جزيلا. وأنا عايز أقول لك إيه، الناس ممكن تاخد قرارات كتير والمسؤولين ممكن ياخدوا قرارات كتير، لكن يبقى في النهاية إن توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعمه للقرار هو ده الأساس يعني. ما الناس مستعدة تاخد قرارات في كل وقت، والناس عارفة الصح وممكن تجري إنها تعمله يعني، لكن لما ربنا يوفق وكمان الناس تساعد معانا، ما الناس ساعدت، هو النتيجة اللي أنا بتكلم فيها دي، إن الناس ساعدت. الناس اللي بتكلم هنا على الـ على الـ على الست البيت اللي هي مطلوب منها أنها تأكل وتشرب وتلبس وحاجات كتير قوي، هي اللي ساعدت معايا أو ساعدت مع الوطن إن شئت أن تسموها كده. وأنا لما سجل ده وأقوله مش يعني، ما أنا قلت لكم مرة قبل كده إن أنا واحد من الناس يعني، أنا مش، ما تعتبرونيش مسؤول كبير ولا حاجة، بتكلم بجد، ما تعتبرونيش مسؤول كبير يعني، أنا أصلي يعني أنا واحد من المجتمع يعني، بسمع وبشوف الست بتعمل إيه يعني، زي كل بيت من البيوتات بتاعتنا
واللي بيحصل فيها يعني، وتجد في الآخر، وأرجو إن الكلام ده ما يبقاش يؤلم يعني، وجد في الآخر إن هي الست اللي بتشيل يعني. بقول بإنصاف، أنا بتكلم في نسبة غالبة، بتكلم في حالة، مش بتكلم في استثناء، بتكلم في حالة. يعني إيه حالة؟ يعني لما أجيب 1000 ست وأجيب 1000 مشكلة في كل بيت، ما بقولش إن 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 الكل الألف يعني 100%، لكن نسبة كبيرة منهم بتعطي وتضحي وتساهم، نسبة كبيرة كبيرة، أكتر من 70-80%. بقى استثناء ما يتحسبش عليه ويتقال إن مثلا في بعض الناس بيظلموا أو بيفتروا أو يأسوا. مش عايز أطول، مش عايز أطول عليكم، لكن عايز أقول يعني الفترة، حالة النجاح اللي احنا تحققت خلال ال5-6 سنين اللي فاتوا، حتى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللي تقدمت، ما اللي قدمته في أبهات ما فيش كلام، ويتألموا على أولادهم ما فيش كلام، لكن الأم والبنت والزوجة اللي هي مش هقول الجناح الضعيف، لكن الجناح اللين، الجناح الرحيم، هي اللي تألمت أكتر. وبشوفهم وبكلم معاهم وبسمع منهم، ده عطاء كبير. اللي عايز يشكرني وقد يرى ان انا عملت امر طيب، يخلوا باله من مصر. اللي عايز يشكرني، انا بتكلم والله، والله يعلم ما في نفسي، والله يعلم ما في نفسي، ان احنا نحافظ على الوطن ده وعلى حياة 100 مليون، وان هم يبقوا في امان وسلام، وان ما حدش فيهم يعني يؤذى او كذا او كذا في ظل الحالة اللي موجودة في العالم دي. ده قمة، مش الشكر لي انا بقى، الشكر لله سبحانه وتعالى، لان الحق سبحانه وتعالى، وانا لا ابالغ والله لا ابالغ، وأنا أعلم كثير من الأمور قد لا تكونوا تعلمونها. والله 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 البلد دي كانت كده كده كده. أنا بقسم بالله وسبحانه وتعالى، إيده الكريمة الفاضلة خدتها ورجعتها ربنا. فهو عشان بس ما فيطرحنا بقى، شكرا لله سبحانه وتعالى، نعمل ايه؟ نخلي بالنا، ونخلي بالنا من الناس، ونجري عليهم، ونحاول نيسر لهم احوالهم، ونحسن من احوالهم، ونبني ونعمر يعني. ف وان المرأة المصرية مدعوة اكثر من اي وقت مضى لتساهم كما عيدناها دائما، مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التي تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة في تاريخنا الحديث، والتي نستهدف في المقام الأول الاستثمار في الإنسان. وبرضو خلينا أخرج هنا وأقول، في نقاش كتير يمكن دايما موجود، يقول يا ترى احنا كنا محتاجين نعمل الشغل اللي احنا عملناه ده، يا ترى اللي احنا عملناه ده كان ليه اثار ايجابيه على الواقع اللي احنا فيه، ولا كان ليه اثار صعبه على الواقع اللي احنا فيه. انا هقول لكم على حاجه، انا هتكلم على احد المشروعات البسيطه جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها، مثلا مشروع قومي لزياده حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع اللي تصل إلى 5.5 مليون. يا دكتور مش كده؟ 5.5 مليون طن قمح كان اللي موجود عندنا، أقل من تلت الرقم ده. طب ده كان بيعمل إيه؟ عشان بس الناس تبقى متصورة معنا. إحنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح، لكن إحنا لقينا إن إحنا تمن اللي بيفقد سنوياً حوالي 20% من تداولنا للقمح،
فلو شئتم ان انتوا تقولوا ان احنا بنتداول ما يقرب من يعني هنقول احنا بنستهلك تقريبا 17 18 مليون طن قمح، هنقول ان الدولة بتتداول 15 مليون 10 مليون، ال 20% او ال 15 20% اللي بنتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون طن قمح، ما يقرب من 2 مليون طن قمح. تمنهم كام؟ بيفقدوا ازاي؟ نتيجة ان احنا كنا سايبينهم او بنسيبهم يعني في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارض والحشرات وحاجات اخرى، وانا قلت الكلام ده قبل كده لما عملناهم. النهاردة احنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور، وما عندناش مشكلة في النقطة دي، وانا بقولها فرصة وانتم موجودين معانا ان انا يسمحها كل المصريين، ما عندناش مشكلة بفضلك يا رب لا في سلع أساسية ولا في أي شيء. أنا بتكلم لحاجتنا زي ما احنا عايزين، أيوة، وزيادة نعم، وده فضل من ربنا علينا وجهد الدولة وجهدكم يعني. فارجع بس الموضوع الصوامع دي كمثال، المستودعات بتاعة البوتاجاز كان عندنا المستودعات 8 أيام، وكان كل دورة شتاء تيجي توقف المواني مش قادرة تستقبل السفن المحملة بالبوتاجاز ويحصل مشكلة البوتاجاز. خلاص عندنا النهاردة 30 و35 يوم، ولا أنا بقول كلام يا دكتور، شهرين الدكتور مصطفى بيصحح لي بيقول لي مش 35، دول شهرين. خلاص طب ده اتعمل يعني، كان ممكن ازاي يعني نعمله؟ اتعملت مستودعات للبوتاجاز، مستودعات للزيوت اللي هي الزيوت الطعام اللي بنستخدمها، ناخدها نخزنها عندنا على أرضنا، ما نبقاش عندنا مشكلة في أي حاجة، ونطلع منها وقت ما احنا محتاجين. خلاصة الكلام كنا محتاجين نتعامل في تحديات ومطالب الدولة بما يعني بما يتطلبه الحلول العلمية المخططة اللي بتتطلبها يعني إيه دولة، يعني إيه دولة، دولة فيها 100 مليون، لا ده حاجة مش بسيطة إنك تنظم حياة الناس زيت من أول السفينة اللي بيجيب الشحنات القمح لغاية لما الرغيف العيش يصل للناس، دي سلسلة، السلسلة دي لو أي مشكلة فيها تبقى تسمع معانا في الشوارع عند الناس، فين الأكل فين العيش مثلا. بالمناسبة احنا بنقول دلوقتي كده على مستوى مصر، طب ما دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا في سلاسل التوريد، وأيضا في نتيجة الأزمة الكبيرة اللي احنا كلنا متابعينها، أزمة كبيرة قوي وليها تأثيرات كبيرة جدا اقتصادية على العالم كله. احنا بنتكلم النهاردة بعد ما كنا بنتكلم في 60 و70 دولار لبرميل البترول، بنتكلم في 115 و120، ونتمنى ان الأزمة دي تنتهي بسرعة حتى لا الرقم ده ما يقفز لأكتر من كده. هل في عندنا في مصر مشكلة في ده؟ هل حد بيروح يعني محطة ياخد حاجة ما يلاقيهاش؟ فاللي أنا عايز أقوله ده كان فضل الله علينا أولا، ثم نجحنا في هذا البرنامج اللي انتم ساهمتم مساهمة كبيرة فيه، وبرضو احنا محتاجين واحنا داخلين على شهر رمضان ان احنا يعني انتوا حرين اعملوا اللي انتوا عايزينه. صحيح. طب انا هقول لكم على حاجة، والفريق محمد زكي وزير الدفاع يشهد علي وانا وزير الدفاع واحنا بنعمل الحفلات، قلت لهم لو سمحتم حطوا طبق واحد، مش كده محمد؟ صحيح. اتفضل استريح. قلت لهم من فضلكم حطوا طبق واحد، والطبق ده ساعتها يعني، والطبق ده يبقى فيه يا فراخ يا انا مش عارف الكلام ده مناسب اني اقوله ولا ما اقولوش. صحيح والله العظيم، والله صحيح، صحيح والله. فقلت لهم طبق واحد ايه في ايه، احنا فين احنا نشوف بعض كده؟ شوفوا البلاد ما بتتعملش بالاماني، الدول ما بتطلعش قدام بالاحلام بالكلام، الدول بتطلع قدام بالجهد والمصابره، اكيد والوعي، اكيد والوعي.
أكيد بقى. فنقول الكلام ده دلوقتي وبعدين أقول لأي حد طب يعزلني عنده في البيت ألاقي ملال السفرة عشان رمضان يعني إيه؟ لا أو ونعتبرها يعني موضة يعني يقول لك إحنا هو ده. طب إحنا عندنا مشكلة في السلع؟ لا والله اعمل له انت عايزين. أنا والله بحلف خدوا اللي انتوا عايزينه، انزلوا عبوا من الاسواق. وانا عايز اقول لكم على حاجه، يعني لسه الجيش بينزل 2 مليون كرتونه، ممكن ينزل 2 و3 و10 و20، احنا عاملين حسابنا لكل حاجه. مش بنص ثمنها يا محمد؟ بنص ثمنها مش كده؟ بلاش نكسب يعني نص ثمنها. طب اتفضل، انا عارف انا بس بضحك معاكم عشان تبقوا، فمفيش مشكلة. إنما المشكلة إن إحنا إذا كنتم عايزين مستقبل أفضل، حياة أحسن لأبنائنا وبناتنا وأحفادنا اللي جايين، لازم نراجع الكلام ده. يا دوبك يا دوبك حد بقى يروح طالع بقى على المواقع التواصل السيسي بيقول لنا ما تاكلوش وبتاع، لا 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 قولوا اللي انتوا اعملوا انتوا عايزين. والله والله انا صادق معاكم وامين، والله يعلم ما في نفسي. وانا في البيت بقول لهم كده عند حتى عندي يعني، يعني الناس اللي بتاكل معانا لو جم شافوا يقول لك ها بتقلوا من بيت ال، ما انا مش رئيس والله، والله انا ما رئيس. فيقول لك أكيد السفرة بتاعته دي مختلفة جدا، بياكل من الجنة يعني. لا 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 لا، وأقول لهم كتير كده وأسأل الأسعار دي بكام ودي بكام، ما تجيبوش دي وتجيبوا دي، أنا بعمل كده. أما ليه؟ أما ليه؟ مش أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى؟ مش المهم الوفرة اللي في جيبي، المهم الإنفاق المناسب المتوازن، مش معايا كام. فمش عايز اطلع الحته دي عشان ايه، كل سنه وانتم طيبين. ومثلما كان لهذا الدور الوطني الاكبر في الحفاظ على هويه الوطن خلال ثوره 30 يونيو وفي انجاح جهود الاصلاح الاقتصادي وخلال جائحه فيروس كورونا، اعول على قوتها ووعيها وحكمتها كثيرا، انا بتكلم عن المراه المصريه، في انجاح المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والمجتمع بأكمله. السيدات والسادة، لقد عهدت نفسي منذ أن توليت مسؤولية هذا الوطن أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها، وأنني على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعي لمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها، عرفاناً بدورها الفاعل في بناء المجتمع وانشغالها بهمومه، واستكمالا لمسير الدعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآتي: تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال. 2، دعم المرأة من أجل التحقيها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة. 3، مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل. 4، الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها. 5، أنا قلت لكم مرة في موضوع الإيذاء البدني ده والناس ضحكت لما قلت كده، قلت المفروض الراجل لما يكلم الست يحط إيده ورا ظهره، فالناس ضحكت. خير يعني؟ خير يا عم، يا عم خلي ايدك ورا ظهرك يا سيدي، اتكلم كويس اتكلم كويس.
لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، قال حاجتين، قال الصلاة، الصلاة والمرأة، يعني قال خلي بالكم من الصلاة وخلي بالكم من المرأة. دي استراتيجية يا جماعة، دي إيه؟ تطلع منها سياسات وعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، مش كلمة تتقال إيه حسب ضميرنا يعني، وماله حسب ضميرنا برضو. ولكن هو النبي لما قالها كان بيقولها عشان إحنا كأمة تأخذ بناصية العلم والتعليم والتفكر والتدبر، تقوم تحط منهج ومناهج فيها احترام، فيها تقدير، فيها أدب، فيها ذوق، فيها خلق، مع مين؟ مع المرأة، كل المرأة مش المصرية، كل المرأة. فلما يجي حد يقول لي يعني طب احنا اضرب بقى، اضرب ايه؟ ده كلام برضو يجوز يا جماعة، ما يصحش، ما يصحش ابدا، حتى ان حد في الشارع يعني يؤلم سيدة ماشية بنظرة ملهاش، انا بقول بنظرة مش بكلمة، ده كلام عجيب، ده كلام عجيب، ده لازم المجتمع ده يتوقف كله أمام النقاط اللي بتكلم فيها دي، ويقول إزاي إحنا كده، إزاي إحنا نقبل أن تبقى بنت أو سيدة ماشية في الشارع وحد يقلمها بنظرة يبص عليها، يعني مش يتكلم ولا مش عارف يعمل إيه. إحنا مش بنتكلم في قانون بس، إحنا بنتكلم في دراما، في إعلام، في مفكرين، في مثقفين، بنتكلم في مسجد، في كنيسة. إزاي الأدب ده يمارس يا جماعة؟ أدب التعامل بيننا وبين بعضنا بصفة عامة، وأدب التعامل بين الإنسان أو بين الرجل وبين المرأة إزاي يعني ده معقول تشكيل الرأي العام؟ ما احنا كلنا احنا بالمناسبة احنا كلنا مطالبين. ما انا عايز اقولك في الاخر لاختي اللي بتتكلم، هو ابني ده اللي عمل كده، هو ابني وابنك، هو ابني وابنك، يا ترى احنا شكلنا ده من هو طفل صغير في بيتنا انه يخلي باله وما يعملش كده؟ هل ده موضوع محل يعني احنا مهتمين بالتعليم بس وماله؟ بس هل احنا كبشر كأمة كناس مهتمين ان احنا نصيغ شخصيات اولادنا وبناتنا اولادنا ان هو ابدا ابدا ما يكونش كده؟ يا ترى ده موضوع مهم في بناء الطفل؟ ردوا انتوا، يعني خلي بالكم، ما تطلبوش من الدولة امور. وانا هفكركم بكلمة قلتها من شهرين كده، قلت ايه يا جماعة؟ الدراما لما جات اشتغلت على ان الدولة خصم، الناس اتحركت تهد الدولة. ما هو الدولة مش خصم، انما كل انسان مسيء خصم. الدولة مش خصم، الدولة يعني ايه اللي ممكن تعمله الدولة في ان انسان مثلا ما بيشتغلش كويس في مكتبه؟ أو إن هو يمشي في الشارع ويرمي حاجة في الأرض، أو إن هو يسيء لحد. الدولة مالها بكده؟ إحنا تخلينا عن دورنا كمجتمع في بناء وصياغة شخصيات أبنائنا وبناتنا في البيت وفي المدرسة. كان الكلام ده محل اهتمام ومتابعة شديدة، وكان الأب النهاردة يتقال له ابنك مؤدب ولا ابنك معاه أعلى الدرجات العلمية؟ أتصور في وقت من الأوقات كان الناس بتدور على أن يتقال أن ابنه مؤدب، لكن النهاردة إحنا ما بنفكرش في كده، إحنا بندور على أعلى الدرجات العلمية. مش عارف أنا بقول كلام حقيقي ولا لأ، يعني أنا بقول الكلام ده لكل المصريين اللي بيسمعوني في كل حتة، إنك ما تشتمش، ما تسئش،
ما تغلطش، واحنا بشر في النهايه هنغلط يعني، بس في فرق بين ان الحاله العامه تبقى فيها تجاوز كتير وان الحاله العامه يبقى فيها بعض التجاوز. احنا عايزين بعض. الاسراع في تخصيص المباني المناسبه لتفعيل اليات وسير العمل في الوحده المجمعه لحمايه المراه من العنف. اجراء مزيد من التعديلات على قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا تابعت من حوالي شهر ولا أكتر حادثتين انتحار لبنتين عشان حد مش عارف يعني زور ولا فابريك ولا الحاجات اللي بيعملوها ديت، وراح مطلع لهم ان هي كده. المجتمع ينتبه لاولاده وبناته، ويخلي باله ان ارواح الابرياء دي في رقبتنا. الدراما تنتبه. انت لما تجيب في التلفزيون او في اي مسلسل او فيلم، وده مش ضد الإبداع بالمناسبة، إنك تصيغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه أفضل كتير. ده مش ضد، يعني في بعض الناس يقول لك ده ضد الـ الإبداع. أبدا، هو أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته؟ يعني هو ده يعني إنك تجيب إبداع إن حد بيشتم؟ يعني مش معقول يعني. لكن أنا بقول حتى لو ده موجود تبقى مرة، لكن ما تبقاش كل مرة. يعني يبقى الإجراء الشاهد يعني هو أن الغالب هو الطيب الفاضل كده. تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد. قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شؤون الأسرة ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. قيام وزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر. خلونا نتوقف عند النقطة ديت، وده كان محل نقاش بيني وبين الدكتورة وزيرة التضامن، وكنت بقول لها تفتكري إن إحنا مهما عملنا في دور الرعاية من اهتمام لمثلا لألف إنسان وإنسانة يعني أفضل، ولا يكون الناس دي موجودة مع أسر أفضل؟ مش كده يا دكتورة نيفين؟ فقالت لا طبعا، ده إذا كنت بتتكلم على جودة المقدم هنا، مش مهما كان قدرتنا إحنا لن نستطيع أن نقدم رعاية تفضل استراح، تفضل استراح. إذا كنا عايزين نقدم رعاية الأفضل أسر، وبالتالي أنا بقول وإحنا يسرنا، أتصور يسرنا الشروط اللي كانت موجودة في هذا الأمر. إحنا عايزين ما يبقاش عندنا مشكلة، مش عندنا حد مكسور الخاطر، ما عندناش حد الظروف ظلمته، بإن إحنا نتكاتف كلنا مع بعض ونعمل ده للي يقدر. ما حدش بيطلب إن حد يقوم بدور هو ما يقدرش عليه. لكن لما كلمنا في النقطة دي بتاعت الرعاية ديت، قلنا إن إحنا نتيح برامج لأسر تكون عندها الاستعداد للعمل الطيب ده وعندها الجهد للرعاية ديت عشان تتيح لهم انهم ياخدوا الأبناء دول. مش ان الدولة مش عايزة تقوم بدورها او يعني بتتجاوزه، لا، هو ان احنا تقديرنا بدراسات علماء الاجتماع وعلماء النفس كل السلوكيات وكل الكلام ده، ان الافضل ان الطفل او الطفله ينشا وسط اسرته او وسط اسره.
وهنا برجع لموضوع كنت اتكلمت فيه قبل كده من سنتين ثلاثة، وقلت موضوع الانفصال والطلاق. وأنا عايز أقول يعني يا ترى هو إحنا كأسر كلنا، مش بكلم على الست خالص، يعني هان علينا عيالنا وأطفالنا بين الرجل والست إن هو يقف على موقفه بغض النظر موقفه صح ولا غلط، وهي تقف عند موقفها بغض النظر صح ولا غلط. بس القيمة الكبيرة قوي للأسرة اللي هم الأب والأم مع بعض، ده مش تمن مستحق يدفع من جانب الأسرة ديت لصالح الجيل ده اللي هو الابن أو الابنة. أتصور إن ده تمن مش كبير قوي إن أنا أتجاوز نفسي شوي، راجل كان أو ست، راجل كان أو ست، من أجل خطر إن أنا أوفر لابني ابني أو بنتي بيئة طيبة يطلع فيها متوازن مستقر راضي مرضي. يا ترى ده تمن كبير قوي؟ مش عارف. التوسع في تغطية الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذات الإعاقة القاتنات في المحافظات الحدودية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي. السيدات والسادة، ما زالت المرأة المصرية تقدم الكثير وتستحق الكثير، فهي مصدر طاقة الوطن وقوته، وثقتي كاملة في أنها ستواصل عطائها وتفاديها متجردة من أي مصالح، وستبذل جهودها أيضا كمواطنة فاعلة محبة لوطنها. عزيمات مصر، كل عام وأنتن جميعا بخير، كل عام وأنتن جميعا بخير، كل عام وأنتن جميعا بخير. ومصرنا العزيزة الغالية في تقدم وازدهار دائما وأبدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم طيبين. الله يسلم، الله يسلم يا حاجة مكة، حاجة مكة دي. أهلا وسهلا بيك، أنا جيلك والله.
كل التحية لكل امرأة مصرية في كل محافظات مصر. شكرا سيادة الرئيس، شكرا السيدة حرم السيد الرئيس على تشريفكم الاحتفال. السلام الوطني. مصر قالت استعدي، فرصتك خلينا نشوف.